أهلا وسهلا بك يا عزيزي المشاهدة. اليوم راح نسوي كرات لحم الدجاج المحشية بالموزاريلا أو كفتة الدجاج المحشية بالموزاريلا. هسا أشوف لك المقادير وطريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم هي كفتة الدجاج. عندي هنا كيلوين من صدر الدجاج او الفيلات دجاج، عندي 2 عدد بصل حجم متوسط مع 2 فص ثوم، عندي ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب 7 بهار، ملعقة كوب فلفل اسود، ملعقة كوب من الزنجبيل. هسه راح طبعا هذه كمية تكفي العائلة، يعني بتتكون اكثر من 5 نفرات، فإذا أنت عائلتك أصغر تقدرين تستخدمين نص المواد اللي دا أستخدمها. هسه راح أخلي صدر الدجاج بالمكنة مع البصل والبهارات وأطحنه، خلي نص نص لأجل المكنة تتحمل. طبعا بعد ما انتهيت من طحن كل المواد مع بعض مثل الدجاج والبهارات والملح والبصل والثوم، خلطتهم كلهم هالشكل مع بعض. اساوي الخلطة لانه صارت على جزئين عندي. راح احتاج طبعا البقسم، احتاج طحين، احتاج بيضة، بيضتين مطروقين مع بعض او مخفوقين مع بعض، احتاج جبن الموزاريلا. هسه راح اخذ اول شيء، انا قاعدي شوية بالمي، اخذ اول شيء اضع داخلها قطعة من الموزاريلا بالشكل، اغلقها، كورها على شكل كرة، أضعها بالطحين شكل، بعدها بالبيض، وبعد البيض راح أخليها بالبقسم. طبعا سخنت زيت عندي جاهز، راح اقليها بالزيت، اكمل اسوي وحدة ثانية بعدين ابدي اقلي. قطعة من الموزاريلا، هكذا اغلقها، طبعا هي تلتصق بالايد. طحين، بيض، بصل، هكذا مثل ما تلاحظين انتهيت من تكتيل كل الكمية اللي عندي. هسا راح ابدي اقليها، عندي زيت هنا بالقدر، هذا مثل ما تشوفين، راح اخليها بالزيت، طبعا دفيتها، اخليها وحدة وحدة اقليها.
المفضل انه كلها يعني تجهزيها وبعدين تبدين تقلين، لان افضل حتى لا تنشغلين بالتحضير والتكتيل والقلي في نفس الوقت. ما يحتاج لها حرارة كلش عالية، راح اوطي شوية الحرارة بس كبداية لانه اريد يسخن الزيت عندي. وقلبيها كل شوية على حتى كلها يعني تنضج من كل الجهات. طبعا مثل ما تلاحظين طلعت وجبة هنا أنا يعني بهذا الشكل، هذا الشكل تصير. راح اجرب افتح وحدة حتى تشوفين الجبن اللي بداخلها كيف راح يصير. هكذا مثل ما تشوفين من داخلها، فهي هذه وصفتي، اتمنى يعني تعجبك عزيزتي. هو هذا شكلي النهائي والأخير اللي طبقنا لهذا اليوم، كفتة الدجاج المحشية موسيريلا، مع قدمتها مع رز بالخضروات. هسا خليكي لينك رز الخضروات أسفل الفيديو حتى تشوفيه. إن شاء الله تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.